يمرنا في حملة تحسيسية لأصحاب المقاهي بإقليم بلدية الشريعة. الحملة هذه موضوعها هو يعني الأسعار المطبقة من قبلهم على سعر كوبرا على كوب القهوة المقدم للمواطن. لاحظنا أنه بعض المقاهي يتمونوا بمادة البن بالأسعار الجديدة، رغم بدأوا في تخفيض الأسعار المطبقة على مستواهم. نتمنى أنه تعم هذه المبادرة، ونتمنى أنه سعر القهوة يتراجع إلى أسعار منخفضة في الفترة المقبلة وفي يعني في وقت مستعجل بحول الله تعالى. قهوة نصر الله فتحي ما معروفة في الشريعة، جتنا أمس الأعوان تاع التجارة على تخفيض الأسعار تاع القهوة، والحمد لله لقيناها مخفضينها، ورانا مخفضينها في الأسعار، وماذا بين يكثروا لنا كمية باش تكون موجودة في البلاد باش نروح وما نضلوش نعانوا من أزمة القهوة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.